انطلقت صباح اليوم برئاسة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور كاتب الدولة المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكاتب الدولة المكلف بالاستثمار لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وحضور وازن كذلك مجموع من الفعاليات الأكاديمية وقطاع كذلك المقاولات. والمناسبة هي الإطلاق الرسمي لبرنامج البحث في الذكاء الاقتصادي وتطبيقاته المختلفة. وبنفس المناسبة قام السيد الوزير بزيارة وإعطاء انطلاقة لفضاء المقاولات، حاضنة المقاولات بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحرير النظم، ومناسبة كذلك لزيارة المجموع من المقاولات الناشئة التي تشتغل على مجموعة من القطاعات الحيوية بالنسبة لاقتصاد البلاد، سواء في مجال الفلاحة أو الطاقة أو المدن الذكية أو غيرها. وهذه فرصة كذلك لتقديم عطاء الطلبة فيما يخص الإبداع والابتكار، خصوصا أن مجموعة من المقاولات الحاضرة هنا تتعاون مع المدرسة في مجموعة من الأنشطة، سواء أنشطة يعني تكوينية فيما يخص يعني مسالك التكوين الهندسية أو مسالك الماستر، وكذلك في يعني في المساهمة في تأطير الطلبة فيما يخص الشق يعني المتعلق بالثقافة المقاولاتية وإنشاء المقاولات الناشئة، وكذلك في مجال الإبداع وابتكار التكنولوجي. الأهداف ديال الشركة هي أنها تلقى حلول مبتكرة ومبدعة في مجالات متعددة اللي تعتبر من ركائز البلاد، مثل مجال الطاقة المتجددة أو الطاقات الشمسية بالخصوص. فمثلا هذا واحد من المشاريع اللي في طور الإنجاز وكذلك طور الأبحاث، اللي هو نظام أوتوماتيكي للري أو السقي بالمضخات بالطاقة الشمسية، اللي يمكن لنا نتحكم به عن بعد، وكذلك يمكن لنا نديروا إمكانية الري الأوتوماتيكي، بمعنى أننا يمكن نزيدوا دي كابتور اللي كيخليوا أن الأرض ديالنا تسخى أوتوماتيكيا بدون أي تدخل من طرف الزبون. هذا الجهاز كان يروم إلى تحويل العدادات التقليدية إلى عداد ذكي، الذي من خلاله يمكننا حساب استهلاك اليومي وكذلك قراءة الاستهلاك بشكل أوتوماتيكي، والذي يمكننا من جمع الإحصائيات دون الحاجة إلى تنقل المستخدمين إلى عين مكان لقراءة العدادات التقليدية.